لك عم اقول لك اختي عم تلد واخذت لها الداي ورايحه لعندها. يا اختي ما بتعرفوا انه الفوتي على الحاره والطلعه منها ممنوعه؟ عم تقول لك الخانم نحن رايحين لحاره ثانيه، شق على اختها ونرجع. شو شايفنا حاملين البواريد والنظافه؟ ايه طيب ماشي، انتوا بتقربوا شي لابو شهاب او لابو حاتي؟ لا ما بنقربهم. ماشي روحوا هلا، واذا رجعتوا بعد ما تعتم العين ما حخليكم تفوتوا على الحاره، فهمنا؟ ايه فهمنا. امشي امسكي امشي امشي. ابليك محمد للتشكال في الباب.